السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في ذوق بنا. نتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. بعد بسم الله والصلاة على رسول الله، البنات اليوم في الكوزينة رايحين نشوفوا كيفاش نقو الفطر الطازج او لي شامبينيون فخي اللي يجو بنان خير من هذوك لي شامبينيون مصبرين. البنات يعني عن تجربة لهنا، البنات رايحين نشوفوا كيفاش رايحين نقوهم على بركة الله. كما راكم تشوفوا البنات لهنايا، ندو بالوحده ونقوهم بالبابي ابسوربون، نمسحوهم مليح. لو كان نغسلوهم البنات رايحين يترخاو وراح تروح لهم البنه تاعهم. نمسحو مليح لي شامبينيون تاعنا ومن بعد رايحين نقوهم. نبداو من الساق ونحو هذيك القشره حتى نقوهم كامل. هنا راكم تشوفوهم اللون تاعهم راه بني. بنفس الطريقه البنات راح نمسحهم كامل حتى نكملهم. ولهنا البنات نقشروهم بالموس. نبداو من الساق كما قلت لكم ونحو القشرات تنحى فاسيلمون. شوفوا البنات كان اللون تاعهم ماغون، دوك راح يولي بلون. راح نكمل نقيهم كامل البنات بنفس الطريقه بالموس. نبداو من الساق ونقشروهم، نحو لهم هذيك القشره البنيه ومن بعد رايحين نقطعوهم. طريقه التقطيع هذه هي البنات، نشدو الحبه نتاع الشامبينيون كيما هكذا ونقطعوها اون لاميل. فوالا كيما هكذا كيما راكم تشوفوا في الفيديو، يعني طريقه التقطيع سهله للغايه. هذو هما لي شامبينيون تاعنا كيما راكم تشوفوا البنات، وهكذا لي شامبينيون تاعنا راهم واجدين باش نعملوا بهم وصفه اخواتي. هذه كانت طريقه تنظيف وتقشير وتقطيع الفطر الطازج، نتمنى تكون عجبتكم. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير البنات، في امان الله وحفظه.